أهلا بكم من جديد، وإلى آخر فقرة لدينا اليوم في سيدتي. غياب الحوار بين الأزواج أصبح بشكل غالب صفة ملازمة للحياة الأسرية في هذه الأيام، وغياب الحوار يؤدي إلى حالة من الصمت بين الزوجين، تصبح صمتا مزمنا في بعض الأحيان. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الصمت؟ هل هو الانشغال بأمور ومشاغل الحياة، أم اختلاف الزوجين في طريقة التفكير ومستوى الثقافة، وأمور ربما تكون أخرى نتعرف عليها في موضوعنا اليوم؟ السكتة الزوجية موضوع خطير، ويسرنا أن نناقشه مع ضيفنا الدكتور زهير خشيم، المعالج بالتنويم الإيحائي واستشاري في العلاقات الأسرية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم، شكرا لك. دكتور خليني أسألك أول شيء، يعني هل هي تعتبر ظاهرة؟ هل ممكن نسميها ظاهرة من خلال يعني مركزك اللي بتشوف من خلال المرضى وبتشوف؟ بالتأكيد تقدر تقول عليها ظاهرة، ظاهرة لأنها كثرت كثير. صارت حاجة معروفة يعني معلونة كده، بتشوفيها دائما حاصلة، بتحصل كتير. انت بتقولي سكتة، معناتها ايش؟ السكتة الزوجية اللي هي تقولها الصمت. نعم. صمت لغوي، صمت عاطفي، صمت نفسي. انت بتتكلم يعني اثنين عايشين في بيت واحد منفصلين عن بعض، نفسيا عاطفيا لغويا، تحت بيت واحد، كل واحد بيؤدي مهامه. نعم. كزوج، كوظيفة، عمل روتيني. بس وظيفة بدون إيش؟ بدون راتب، تحت مسمى بنسميه إيش؟ الزواج. طيب إيش الأسباب؟ خلينا نبدأ بالأسباب. أسبابه كثيرة، لكن نأخذها كده ببساطة عشان نعرفها كده الجو. عدم الرغبة. عدم الرغبة في إيش؟ في الحديث؟ هي الأسباب تقدر لو حددناها بالضبط، إنه حبها وتزوجوا بعض، وفجأة كل واحد فيهم اختلف في طريقة تفكيره. شايف؟ كل واحد مشي في طريقة أخرى. زي ما خلينا ناخذ مثال أكثر كده واقعية، إنه مثلا هي تدينت أكثر، صارت ديانتها أكثر، أو هو تدين أكثر. صحيح، طبيعة. هذه الحالات أنا أشوفها في المجتمع. صحيح، تقول لك أنا ما أخذتك كده، أنت كنت إنسان عادي، إيش اللي حصل؟ أنا ما أخذتها كده. إيش الحل؟ المفروض يتقبلوا بعض إذا أحد منهم يتغير؟ إذا هنا تيجي الشطارة. هنا تيجي الشطارة، إنه كيف أوصل له، كيف أخليه يمشي معايا. ما ينفع يتقبلوا بعض بدون ما نغير أفكار بعض. انتبه، حاجة فيها عندك حاجة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيكلمه وقال له إيش؟ إنك لا تهدي من أحبب، طبعاً، ولكن الله يهدي من شاء. هي تبغى تهدي، هذه مشغلتك. صح، هذه المشكلة اللي بنوقع فيها، أو العكس صحيح برضه، هو يبغى يهديها، إنك لا تهدي معها. إلا إذا كانت مصيبة يعني مخدرات أو شيء، في هذا موضوع تاني. هذا موضوع تاني، لكن الأشياء الصغيرة البسيطة. بس إيش في أشياء غير العامة الدينية؟ وجهات نظر اختلفت، عرفت ما فيش اتفاق. مثلا أنا أحب الكرة، إيه هي ما تحب الكرة. انتبه للحتة هذه، إنه تغيرات تصير في شخصية الشخص بعد ما يتزوج، ميول اختلف، خصوصا انه احنا في المجتمعات الخليجيه ما بيكونوا يعرفوا بعض كثير قبل الزواج، وحتى معرفتهم تكون حقت جلسه في مطعم، حقت اجتماعات مع اشخاص اخرين، فما بتكون اصلا تعارف حقيقي. طب انت كيف بتحاول؟ وفتره الخطوبه قصيره، وفتره الملكه قصيره، وبعد كده اثنين وجدوا نفسهم الاثنين في بيت، مشت الامور، اتزوجوا، جابوا اولاد. طيب دحين هل انا اطلق ولا اسيب ولا اعمل ولا ايش اسوي؟ ابغى احافظ على الاولاد. طيب افكارها ما تعجبني، كلامها ما صار يعجبني، ما انا متفقين على حاجه، ما فيش عندنا حاجه مشتركه. والمشكله دكتور انه دائما الرجال او غالبا الرجال يروح يدور على بديل ويلا يقلب، ما هو عنده اربعه ما تفرق معه، ما تفرق معه. لا انت كده ظلمتيه. لو كان يعني هو عنده حل بديل، اما المراه ما تطالب بالطلاق الا في الحلول القصوى. ما هي يعني هو خايف على برستيجه، خلي بالك، على البرستيج، على الاولاد، على الوضع العالي، يبغى قدام الناس محتفظ انه هو ايش؟ بيته عامر. طب ليش ما نعتبر انه هذا الصمت ممكن يكون فترة تأمل، ممكن يكون شيء ايجابي؟ ليش دائما ننظر له شيء سلبي؟ ولما يطول ايش تقول عليه؟ فترة الصمت هذه بتقول عليه ايش؟ مثلا ما قبل العصر او بعد العصر. تطول يعني هي قديش المدة المفروض؟ بتسمع انا 4 5 6 7 8 سنين. بتطول عملية، وبعدين ايش؟ ما حدا تدخل، وبعدين خلي بالك هم اثنينهم يحبوا بعض، بس الحب هذا ايش صاير فيه؟ تجمد. فريز. والاثنين قاعدين كده النيد للنيد لبعض، تخيلي. وغالبا ضغوط المجتمع هي اللي تخليهم يستمروا في هذا الصمت. ما تقدر تضغط المجتمع. ايش الاسباب اللي تخليهم يستمروا في هذا الصمت اذا كان خطر؟ طبعا حافظ على البيت والاولاد. طبعا
هذه الأم تقولها والرجل نفس الحكاية، الراجل بيحافظ على بيته وأولاده ومحيدها، عملها تحيد كاملا محيدها، لأنه كمان لا تنسي في عندك مشكلة تانية اللي هي الثقافة بين الاثنين، في مستوى ثقافة مختلف طبعا. تخيلي أنت مثلا لو لما يتزوجوا اثنين، واحد من الشرقية مثلا عندنا، واحد من الغربية وواحد من الجنوب، ما احنا عندنا نفس الحكاية، حتى في المنطقة الواحدة ممكن تلاقي أشخاص كثير متنافسة، لغة مختلفة وثقافة مختلفة. صح، طيب هذه نقطة ممكن. صح، ايش تتوقع؟ والحب راح أو ما في علاقة، ما فيش حاجة مشتركة تجمعنا مع بعض، ايش صار؟ كيف الأشياء الأساسية اللي لازم الواحد يركز عليها؟ يعني هي تكوين كبير، صعب الواحدة تختار واحد على أساس أفكار ولا على أساس، شوفي انظري لها كده، أول حاجة الرغبة، واحد. اثنين، أنا لما عندي رغبة أعالج الموقف أو أني أكسب بيتي أو أقوى، إيش في حاجة مشتركة؟ إيش اللي ممكن أسويه يقربنا مع بعض؟ يعني إيش بنقول؟ يعني تنازلات، حاجات يعني مشتركة. الحل في التنازلات، الحل التنازلات ورغبة فيها. لما الكورة، هو قاعد في الكورة وتطفشه من الكورة، بس أنت كل يوم كورة 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 وتسيبه بتخرج ويقعد في البيت، طب بعد كده إيش حيسوي؟ حيروح عند أصحابه، والله يعني مش حيصير. لكن لو جلست معاه وهيأت له، سوت له كيك وسوت له شاي وتحمست معاه ولونت له وشها، سوى لها شاي وجه وحط له عشان تجلس معه، ما هو انت ابدأي بس لسه حتسوي له الكيك والشاي عشان هي تجلس معه، عشان تجلس تتفرج على الكورة، وبعد يعني الكورة ايش حنسوي؟ حنجلس نتكلم عن الكورة ونحلل الكورة ونشوف كيف طيب جمال الكورة، ايش اللي صار فيها. طيب ايش معنى الصمت عند المرأة وايش معنى الصمت عند الرجل؟ اخذي موقف، اثنين هم اخرين موقف او كلاهما اخذ موقف، هو اخذ موقف هي اخذ موقف، عارفه يعني لما انا اصمت وانت تصمتي خلاص انتهينا، يلا استنيني. طب ايش الحل؟ المفروض واحد من الطرفين يجي يتدخل ويتكلم ويخرج عن هذا الصمت، ولا ايش الحل؟ الحلول كثيره، غير الالتزام وغير الحلول كثيره والالتزام. اول حاجه الرغبه، اذا كان هناك رغبه كل الحلول حتلاقيها صح وحتشتغل معك صح. الرغبة، إذا عندهم الرغبة ندور على الحوار اللي يشاركنا مع بعض، ندور على الأشياء اللي تحبيها أنت وأنا أعملها لك وأسوي لها هي. بس الرغبة لازم تكون من الطرفين طبعا، بالتأكيد. ما أنا واحد يمد يده، ما حد حيستجيب، هيجلس نميته. طب المشكلة دكتور لما يصير كل واحد يعتقد أنه هو اللي بيضحي وهو اللي بيتنازل ويعتقد أنه هو الشيء العظيم اللي ما في بعض. بالضبط، أحسنتي. طيب، هو صح وهو ذاك الثاني الغلط. طب والحل؟ الحل فين الأهل؟ ليه ما راحوا وما شافوا؟ ليه ساكتين؟ ليه ما راحوا مثلا لما يسمى بالمعالج النفساني؟ ليه ما راحوا بالمستشار الأسري؟ ليه ما قرأت في النت صار موجود فيكم متوفر، ليه ما قرأنا؟ ليه ما بحثنا؟ هذه الأشياء ما تحتاج اختصاصيين أكثر؟ تحتاج اختصاصيين أحسن، عشان يقول لك حط النقاط على الحروف من كل أنا لو قرأت عن السباحة حتعلم السباحة؟ طبعا لا، ما لازم أنزل أسبح، لازم ممارسة. ممارسة، لو تعلمت قرأت عن السواقة بس دركسون وبنزين بدي أجلس. هي نفس الفكرة، قرأنا في النت بس نحتاج إلى مدرب، نحتاج إلى استشاري عشان يوضح لنا النقاط هذه اللي ما نعرف فيها، يقرب وجهات النظر. ما هي عندك وجهات نظر مختلفة، إحنا بنقول مختلفين عن بعض تماما، هم كل واحد سار في وادي، كل واحد ماشي في وادي، كل واحد له طريقته. طب هل الصمت يعتبر ربما خروج عن الواقع؟ يعني البعض يحاول يهرب من الواقع للصمت. نقولها كده بالبلدي، ايوه قولها بالبلدي، اشتري براسه، اشتري راسه، اشتري راسه، اشتري دماغه. طب ما يقدر يشتري دماغه بدون ما يكون صامت، يقدر يستمر عشان تستمر العلاقه بشكل صحيح؟ اذا انت مو عاجبني شيء فيها كانك تبررها للشخص، مو عاجبني حاجه فيها، اي حاجه بتقولها ما عجبتني، لا طريقه كلامها، لا طريقه تفكيرها، لا طريقه، خلاص. طب هذه كده دكتور انت صعبتها على الناس، يعني وكانك بتقول انه يلا انفصل. ما فيش رغبه، لما تكون الرغبه كل حاجه تحملها حلوه وجميله واذا ما في الرغبه ايش الحل؟ الاولاد هم اللي رابطيننا، هذا اللي بسمعه انا في المركز. لا بس عندي. انا بسالك عن الحلول، هذه اللي انت بتسمعه من خلال اللي بيصير معك. ما حتستمر، حنتصالح يومين وبعدين نرجع ثاني تيتي تيتي. طب بعدين ترجع ثاني. هو في الاول واخيرا استاذه هو خيارهم، هم عايزين ايش؟ عايزين المركب هذه تمشي كيف؟ اوكي، طب اذا صار صمت طويل يعني اكيد حيكون في النهايه الانفصال هو
الصمت الطويل هذا بيعني ايش؟ انت بتقولي فتور. الجاب هنا. بس معلش قبل ما تجاوبني خليني بس افهم قديش ممكن تكون مده الصمت الطبيعيه وقديش ثلاثة شهور مثلا طبيعيه؟ ما في مده معينه، ما في مده. هم باقيين على بعض ايش يعني؟ بقول لك ايش مشترين بعض ام لا؟ لما انا اخذت موقف وانت اخذت موقف فانتهى. تقدر تقولي دخلنا في دور اشوف اللي بشوفه انا اشوف دور العناد. ما فيش تنازلات. طيب ما حدش بيتنازل. واللي كنت بسألك عنها انه اذا وصلت لمرحله الانفصال بعد الصمت الطويل ايش ممكن هو يقول لك خلي الاولاد تكبر وبعدين خلاص انا افتك. بس دكتور انا معاك اليوم يعني فهمت انه خلاص اللي بينهم هذا الصمت الطويل المفروض ينفصله. المفروض اللي ينفصل الشعر اللي باقي يا استاذه الاولاد. That's it. يعني اذا كانوا احنا بنتكلم على ناس جلسوا مع بعض 20 و30 سنه وبعدها جاء الصمت، هذا شيء يعني ممكن يقول انه خلاص اخر العمر ويستمروا مع بعض ويمشوا. بس نتكلم حتى على الخمس سنين الاولى نفس الشيء حي. كل واحد فيهم اخذ طريق، يبغى الثاني يتنازل، هي هذه. طيب والحل مع الصمت في الاخير إذا ما في الرغبة؟ ما في حنرجع تاني للرغبة. نرجع للرغبة، ما فيش. الحلول كثيرة، بقول لك دوري حاجة مشتركة، دوري أي حاجة، دوري 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 دوري. ما فيش رغبة، زي لما واحد أخذ دواء وما اشتغل معه. راح الدكتور يقول له أنا ما زلت، حيوصف له دواء ثاني. ما فيش رغبة. الرغبة في العلاج. مهمة جدا. والرغبة كيف ممكن يتوصلوا لها الشريكين في أول المدة؟ تنازلات يا أستاذة. أول المدة قبل ما تنازلات، هي إيش 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 الفكرة؟ عارفة اللي يقول لك السياسة، النظام، نظام الشركة. النظام هذا نمشي عليه، متفقين عليه، ما هي اسمها شراكة، شركة، في نظام، في سيستم معين، إذا مشيوا عليه. لكن لو كل واحد عايز يعمل مدير حيحصل إيش؟ انفصال. تضارب. كل واحد حيشتغل بكيفه. كل واحد حيشتغل بطريقته، وكل واحد بيشتغل بطريقته. ولما هو يتكلم هي تنتقد، لما هي تتكلم هو ينتقد قدام الأولاد. تكسر كلامه هو يكسر كلامها. طب دكتور اذا رجعت انا الاول الحوار كنت بتتكلم انه المفروض هي اللي تقدم وهي اللي، ليش دائما المراه هي المطلوب منها التنازلات؟ هذا السؤال جميل جدا. طب من اول قل لي انت قبل ما اسالك. هذا السؤال جميل جدا جدا. شوف يا ستي انا اتكلم لك مثلا، انا اخذ مثال انا عن نفسي، مين رباني؟ امي. مزبوط ولا لا؟ وكنت اغلط ومين كان يسامحني؟ امي. مزبوط ولا لا؟ اذا تعودت على ايش؟ مين اللي بيسامح دائما؟ المرأة. وبعدين انتقلت من أمي رحت لمين؟ لزوجتي. بس زوجتي وفي نفس الوقت بنظر لها إيش؟ أمي. لا أغلط وتسامحني. المرأة. عشان كده ربك سبحانه وتعالى إيش قال؟ أمك أمك أمك، وبعدين العامل اللي بيجيب الفلوس ثم أباك. المرأة بتعمل دور كبير. فأنا أتمنى وأطلب من كل راجل أنه يثقف زوجته ويأخذ واحدة مثقفة عشان الحياة الزوجية تمشي صح، وعشان تربي له أولاده صح. المرأة هي اللي بتربي، تلعب دور كبير، بتلعب دور كبير. تخيل الحياة بدون مرأة. هو الأكيد إنه المرأة هي اللي تربي وهي الصابرة وهي بس أتليست يعني بس فترة الزواج خليها بس تكون شوية لسه حتصبر على أولادها وحتصبر على العالم. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك. حابب تضيف شيء باختصار؟ هي الكل في الكل. المرأة هي الكل في الكل. بدون المجتمع هي ولا حاجة. احنا ولا حاجه بدون المجتمع، الناس كلها ولا حاجه، بس هي لما تكون مثقفه. صح. هنا 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 حلاوتها. يعطيك الف عافيه دكتور زهير، شكرا جزيلا لوجودك معنا سيدتي. مشاهدينا حافظوا على حبال التواصل بينكم وبين اللي تحبوهم في حياتكم، ومن غير التواصل يعني اكيد الحياه راح تكون خاليه من الود. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، واكيد ان شاء الله لقائنا راح يتجدد في برنامج سيدتي في الغد عبر روتانا الخليجيه. دائما خليكم معنا من 5:30 حتى 7:30 كل يوم من السبت حتى الجمعه. شكرا جزيلا لمتابعتكم والى اللقاء.